يدمن بعد وخيرك تشبيه القايد البار تخطي خطاه ودربه تسيره كنا ولا كبار وصغار يا شيخنا محمد نعم وغير بسم الله الرحمن الرحيم انطلاقة جديدة من انطلاقات الخير والمحبة تبدأ بميدان الساد الأشواط الأولى انتهت لكن الإثارة لم تنتهي أبدا خصوصا في هذا السن سن الحقايق والافتتاح للاثنين كيلومترات سعيد بالوهي الحرسوسي يحضر حضور الأبطال يحقق التوقيت المميز دقيقتين وسبع وخمسين ثانية بن سويلم يأتي بأول أشواط القعدان بمبهر صاحب العوايد يثبت الوجود يحقق الفوز يحقق الانتصار مبارك بن احمد بن سويلم العامري والتهني مصوره لمحمد بن احمد بن سويلم العامري ثالث الاشواط بن سويلم ومطفيه تتصدر القياده مبارك بن احمد بن سويلم العامري ما فعل انت يا رعي اللسكيه ما فعلت غير المعتاد منك ما فعلت غير اللي يبيض الوجه المركز الثاني تتقدم مشاهدي الكرام ايضا لسالم بشلويح القابري تتقدم الى المركز الثاني نقله الى المركز الثالث وفي المركز الثالث في تقدم من الطيارة محمد بن سيف بن سالم الشامسي المركز الرابع وصل مطر بن عمر الشامسي الله يا ابو محمد يتقدم الى المركز الرابع وفي المركز الخامس اشوف هني لسعيد بن سالم بن حمد العامري هملولة خذت المركز الخامس لكن وين مطفية قفلت على الشوط مطفية سيطرت روح يا بن سويلم وللمرة الثانية مبارك بن أحمد بن سويلم العامري ما شاء الله تبارك الرحمن ما تبغيهن انفردت الانفراد التام تهنية من القلب إلى القلب لمحمد بن أحمد بن سويلم لمبارك بن أحمد بن سويلم هكذا الحضور ولا فلا تحركات من الطيارة تحركت محمد بن سيف الشامسي إلى المركز الثاني لكن بن سويلم ما حركها مطفية صدرت الأوامر ومطفية تثبت الوجود بنها هي صاحبة الشوط تهانينا وللمرة الثانية على التوالي أم يكون الشامسي له كلام آخر ياهي خطورة من الطيارة مطفية تحقق الانتصار تهانينا ولا في خطر الطيارة تطير وتنطلق بالمركز الأول محمد بن سيف الشامسي المركز الثاني أيضا مطفية مبارك بن أحمد بن سويلم الثالث المسلم بن حمد بن متعب الرابعة إلى لجنة خط النهاية التوقيت دقيق ثلاث بالوفاء والتمام الطيارة محمد بن سيف بن سالم الشامسي حققت الانتصار تهانينا له والناموس على هذا الفوز.